على فين يا عادل بيه؟ قلت لك لازم اوصل لها باي ثمن حتى ولو كان منخلية الجواز. ايه الكلام ده؟ لكن دي مسألة خطيرة جدا. لا خطيرة ولا حاجة، هتسلى كام يوم في مستشفى المجازيب وفي ايدي ارجع في اي وقت. باي باي. خلي خلي. ده ايه يا استاذ؟ انت ازاي تتهجم على بيوت الناس بالشكل ده؟ انا ما تهجمتش، خبطت بكل ادب فتحت لي. انت مش هتخلصنا من حكايتك دي بقى؟ واحنا لسه ابتدينا عشان نخلص. بقى شوف اذا كنت فاكر نفسك حمايه بفلوسك. من فضلك سيب الفلوس على جنب. خلينا في الكلام المهم. أرجوك تقبليها. الموضوع ده مش اتكلمنا فيه قبل كده يا حضرة؟ المرة دي مش هدية. دي الشبكة أساسا. شبكة؟ لمين؟ ليكي أنت. أنا عايز أتجوزك أساسا. فرانك سمعتي قال إيه؟ ما سمعتش إزاي؟ دي الكلمة خرقت وداني. سعد الله! ما تصدقيش ليه؟ هو فين وانا فين يا خالتي؟ القلب لما يحب يقرب البعيد يا بنتي. انا خايفه لكم فيها لعبه. واللعبه هتيجي منين اذا كان الجواز على سنه الله ورسوله؟ سوسن، انت بتشكي في كلامي ولا في حد تاني بتفضليه عني؟ اصل سندي كان يوم افكر. هتفكري في ايه؟ ده انا عايزه اتجوزك. اشمعنى اخترتني انا بالذات؟ مش عارفه يعني من غير ما اقول لك. يا اخويا اقول لها وريحها. سعبد الله، عشان بحبك وعايزني اصدقك بعد اللي عملته. سوسن، انت ما فهمتيش قصدي. انا حبيتك من اول يوم شفتك فيه، وقلت دي زوجه اللي ربنا بعتها لي عشان تساعدني، لكن حبيت امتحن اخلاقك قبل ما احط اسمي ومستقبلي بين ايديكي. معلش الليلة سماح. يا اخي اسمع كلامك بقى. فين مصطفى؟ ايه المفاجأة السعيدة دي؟ ازيك يا عادل؟ ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك. تعالى بقى أما أعرفك بعروستي سوسن، الدكتور مصطفى صديقي العزيز. أهلا وسهلا. تشرفنا. اتربينا سوا في العزبة، وبالرغم من الكلام ده ما عزمنيش حضرتك فرحة. كده يا عادل؟ أصل الحكاية كانت مفاجأة. على أي حال الحمد لله اللي أنا جيت النهاردة من العزبة علشان أحضر فرح صديق الطفولة. وعلشان أقول له كمان إنه عارف هناك. ميرسي أوي أوي. بس ده عهدة في إيديكي. وفي عينيا. تعرفي احسن حاجه تعمليها انكم تمضوا شهر العسل في عزبته اللي ما راحهاش من خمس سنين. خمس سنين يا عادل؟ بس انا حجزت اللوكاندا في اسكندريه لما نرجع بقى. ده وعد؟ خلاص ده وعد.